يدافع عن نفسه لازم يكون واخد قرار. اللي هيمد ايده عليا هقطعها له. حد ياكل بصل بالليل؟ انت متجوزني عشان كده بس؟ متجوزك عشان كده بس، امال متجوزك عشان العب معاك طاوله؟ كل ما بشوفك بفتكر هم عملوا فيك ايه. عارفين بقى ايه اكتر حاجه محتاجاها اي بنت من الراجل؟ الامان. وانا ما بقتش حاسه بيه. انا كل يوم بركب اتوبيس وكل يوم بيحصل لي زفت. عايزين نبقى عقله ازاي؟ اللي يعمل كده في واحده يستاهل. ردي عليا قولي لي يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ يستاهلوا. وانت مال اهلك انت؟ اعمل محضر زي ما هي بتقول. بنت مين في مصر انت عشان تركبي تاكسيات؟ عايز مخبر في كل اتوبيس. قولي انا حصل لي تحرش. لا ما حصليش. يا شيخ مصر كلها دلوقتي بقى فيها تحرش. طيب ايه؟ هي النهارده ملف خطير جدا. الناس مش عايزانا نعمل زي ما هي عملت، ومفيش قدامنا حل غير ان احنا نعمل زيها. كنت في المستشفى عملت صوت. انت كنت طالع الاوتوبيس تتزنق؟ كتر القلع يعلم العفه. زامبيا زامبيا. بص في الناس. انا مش عايزه حد يقول لي حاجه. أجمل حاجة بحبها فيكي هي دي. هي دي طيبة. هسألك ثلاث أسئلة. حصلت تحرش قبل كده؟ كم مرة؟ وكان رد فعلك إيه؟